كربلاء ومحافظات الفرات الأوسط شغلت اهتمام وحيز كبير من خطة الوزارة، والسيد الوزير شكل غرفة عمليات رأسها بنفسه، عانت بأن تنسق مع سواء ديوان محافظة كربلاء أو مع العتبات المقدسة، لأن تحصل كربلاء على خطة استثنائية تستثنى بها من القطع المبرمج، يعني تضاف لها حصة إضافية تعمل لها الخطوط الناقلة باعتبار تكون مصادر تغذية، تستثنى من القطع المبرمج. قسمت كربلاء إلى أطواق ثلاثة: الطوق الأول وهو المدينة مركز المدينة وأقضيتها، المركز الثاني هو الأقضية، المركز الثالث هو الشوارع المؤدية إلى كربلاء. وحرصنا على أن نحرف الأحمال حتى لمحافظة بابل باعتبارها بوابة لكربلاء، غرفة عمليات دائمة للإنقاذ لتغطية خدمة كربلاء خصوصا مع أيام محرم الحرام.